طلعي بالشاشة. بعرف انا حلو. ما تخافش. دي انا مش انا انا مش عايزاها. هلا ابدا ارجوك لا مش عايزاها. دي عملت معايا شر كثير. ليه؟ مش عايزاها. ليه؟ شو الشر؟ شر في ابني. مش عايزاها ارجوك لا انا ما اشوفهاش. طيب خليك. ولو جبتيهالي انا بترعب. لا 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 مش عايزاها. لا ارجوك يا استاذ انا جيت عشانك انت مش عشان دي. لا لا ارجوك لا نمشي بحالي. لا طيب لا مش دي. لا مش دي. لا طيب خلينا لا مش دي. طيب بترعب يا شيخ. خلينا نحكي خلينا نحكي ارجوك. لا 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 دي لا لا بدي اقول لك شيء. لا تعبت ابني انا اللي خديت هالابني وتعبت. خينه بس غدرت ابني. بس هي بتقول لا 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 غدرت ابني. لا انا شفتها بعيني كذبت علي في